علاقتي بالأقلام علاقة حب. أول واجب حاولت أحله تعبت فيه جدا جدا، كنت حاسس إن زمايلي بيعملوه وهم سايبين إيديهم. يعني الدكتور طارق شوقي اسم مرتبط معانا دايما بتصريحاته عن تطوير نظام التعليم في مصر بالأرقام وبالدراسات. حسيت إنه أنا أضعف واحد في هذا المكان، يعني مش فاهم أي حاجة، لا اللي بيقولها الأستاذ ولا اللي بيقولوها الولاد، لدرجة إن أنا تخيلت إني جيت حتة غلط. لكن خلونا نقرب من جانب ما نعرفوش. أنا كنت يعجبني شكل العلبة، أجيبها سيجارة رفيعة كده وطويلة وبني، وأنا بدعي إن دي الحاجة الوحيدة الوحشة اللي بعملها. الطفل اللي انتقل من مصر إلى سوريا ومن سوريا إلى أمريكا ومن أمريكا إلى مصر مرة أخرى في رحلة طويلة جدا. فاشتغلت في شركة، أعتقد شركة أسانسيرات. جد حضرتك في موقف من المواقف قالك احترم اسم أهلك. أنا كان قلبي هيوقف بقى، اللي هو يعني الله ده أنا كل اللي عملته هروح لأبويا أقول له إيه؟ أقول له ما فشلت مثلا؟ فشل ده مش وارد في القاموس عندنا. حاج فاكر التفاصيل الجواز تم إزاي؟ تخدت على غفلة كده. خلونا نقرب من المحطات دي في حوار كاجوال بعيدا عن الرسميات ومن البيت اللي اتولد في هذا الطفل. أنا عارف الجيل كويس خالص وفاهم وبسمع الأغاني الجديدة وأعرف يعني إيه مهرجانات وحم وبيكا وكل حاجة.